سيدنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد منزل شوكه للبيع. تبارك الله ما شاء الله، جا في السونتخ ديال مدينه حد سوالم، الموقع حد سوالم. بالنسبه عنده جوج ديال الريدوات من هاد الجهه، وعنده جوج ديال الريدوات عاوتاني من هاد الجهه. موبل شوكه مسمش قدامو جريدة. ان شاء الله ملي غادي نطلعو ان شاء الله البرويال غادي نوريكم الواجهه، غادي نوريكم حتى الشارع. تبع معايا الفيديو حتى النهايه. فينيسيون ممتازه تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للاستراسيون ديال الماء والضو، كل طبقه بالمكانه ديالها. المدخل ديال العماره الرئيسي اللي هو هذا، هادو الفرارن والكاسريات والهيوطات، يلا تحطو ان شاء الله غادي يركبو ان شاء الله غدا. عندك الدروج مطويين بالرخام وبالجليج، البقعة فيها 120 متر. البراطن كل ايطاج عندك شقة، تيترات مقسومين، عندك 5 4 ديال التيترات، 4 ديال التيترات اللي عندك. المكازا التيزه ديالها بوحدها. بالنسبه للشقق، كل شقه التيزر ديالها. بالنسبه لهاد الشقه هذه فيها 115 متر، شوكه مع 3 غرف والمطبخ والصالون وجوج ديال الحمامات وشوكه طبيعة الحال، والفينيسيو ممتازة على بركة الله. مدخل للشقة اللي هو هذا كنلقاو قدامنا السيجور، على اليسار كنلقاو الصالون اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله. على اليمين كنلقاو الحمام الرئيسي اللي هو هذا. غادي نشوف الحمام، غندوع على اليمين. الحمام اللي هو هذا اللي مازال اشغال، مجلس البلافو. سانيتير روكا، الفاسك والمراية ديالو. كنلقاو قدامنا السيجور اللي مشى مربع تبارك الله ما شاء الله. مازال غادي يكون عندك لاسيرفون ديال الكاميرا هنايا، مازال باقي مركبش. التيترات راه موجودين. عندك موبل تي في بالصباغة ديال الخيال. يتباع كومبلي او شقق. سويت بارونطال اللي هو هذا اللي جا عامر. عندك الصباغه ديال الخيال، ليد لي سبوت في البلافو. على الدخله ديال الباب كنلقاو بلاكار والدوش، الدوش اللي هو هذا. تو مجلس البلافو. ما عندكش البيزافي، قدامك جردة. كما شفنا غرفة النوم الأولى، غرفة النوم الثانية هي هذه، تاهي بالصباغة ديال الخيال.
الشمس راه مشمشه تبارك الله ما شاء الله، ما عندكش الفيزافي بالكل، قريب جميع المرافق، محل تجاري تبع كومبلي او شقه. بالنسبه للثمن ديال كومبلي للثمن ديال 370، بالنسبة للشقة بروميان 78 مليون، الدوزيام 76 مليون، والتروازيام 74 مليون، وقابل للنقاش وقابل للتفاوض. غرفة النوم الثالثة هي هذه، الثمن ديال الموبل كومبلي 470 مليون، وقابل للتفاوض. عفوا راني كتغلط، كنلقاو قدامنا السيجور، المطبخ تبارك الله ما شاء الله اللي جا كبير اللي هو هذا، الفرار الكاستريات اللي هو طاس راه كيما شفتوهم عند الباب، كاينين بلايصهم غادي يركبوه غدا ان شاء الله. عندك بلاصه الثلاجه، بلاصه الفور، الكاستري لي هوت، بلاصه ماشينا لافي، عندك الباركو، عندك البلاكارات. غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو. الصالون، الصالون اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله، الصالون اللي هو هذا. موبل تي في 115 متر مربع، كل شقة عندها التيتر ديالها، يعني في المجموع 4 ديال التيترات. نذكركم على الثمن ديال البروميير ديال 78 مليون، الدوزيام 76، الطروازيام 74، وقابل للنقاش وقابل للتفاوض. كاين شي واحد بغاها كامل على بركة الله، 470 مليون، وقابل للنقاش، في قلب مدينة حد سوالم، شوكة قرب سيد رحال 10 دقائق، دار معزة طماريس 10 دقائق، مدينة الدار البيضاء 20 دقيقة. عناكم الله وأحبكم في الله، الله يسخر الجميع.